جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قرأت حديثا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب يرشده فيه إلى ذلكم الدعاء حتى يحفظ القرآن الكريم، هل ذلكم الحديث صحيح؟ ليس هذا الحديث بصحيح، حديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم علي رضي الله عنه دعاء يعينه على حفظ القرآن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن ولله الحمد ميسر لمن اهتم بحفظه، قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فالمدار على الاهتمام والنية الصالحة وأن يدعو الله عز وجل أن يعينه على حفظ القرآن وعلى غيره، لكن الدعاء المعين يحتاج إلى دليل، وأما الدعاء العام فإنه مشروع في حفظ القرآن وفي غيره. نعم.